تمام، أخذنا امبارح إنه كيف نرسم الروت لوكس عن طريق أكثر من ستيب. تمام، ستيب 1 كانت عبارة عن إنه إحنا نجد الكاركترستيك إيكويشن اللي هي عبارة عن 1 زائد جي أوف إس، كي في جي أوف إس، منساش الكي. كانت ستيب 2 إنه إحنا نعين البولز بالزيروز على الرسمة، بنشوف اتجاهاتهم، وحكينا إحنا إذا بدنا نمشي لازم نمشي من أقل بول وبمشي لليسار دائما بالسهمة. وستيب 3 كانت إنه إحنا نحدد نقطة التقارب، نقطة التقاطع يعني خطوط التقارب، ونحدد كمان إيش زوايا خطوط التقارب. تمام، وحكينا إنه إذا كانت الـ AL اللي هي عبارة عن N ناقص M، وإيش N ناقص M؟ اللي هي أس المقام ناقص أس البسط. إذا كان أكثر من إنه 3، 3 وأكثر بيكون في عنا زوايا، وإذا كان 2 بتكون الزاوية يعني بتكون زاوية منفرجة هيك إشي، وإذا كانت عندنا الـ AL 2 بيكون الزاوية 90 وماينس 90. وحكيت لكم امبارح إيش الزوايا اللي بتنتج إذا كان عندنا الـ AL 3 إلى الـ AL 4 وهكذا. تمام، وبستيب 4 هي أخذناها إنه لما 2 بولز يخبطوا في بعض ويعملوا انفجار. تمام، إيش الزاوية إنه هل رح يخبط في الـ J أوميجا أكسس ولا مش رح يخبط؟ تمام، حكينا إنه إذا كانت الـ AL 2 إحنا حكينا زاوية 90 وسالب 90، فمستحيل يخبطوا في الإيش؟ في الـ J أوميجا أكسس زي هون، هون ما رح يخبط في الـ J أوميجا أكسس. طيب الـ AL لما كانت 3 أعطانا 3 زوايا، تمام؟ يعني الزاوية 60 هاي اللي هون والزاوية سالب 60 أكيد رح يخبطوا في الـ J أوميجا أكسس، والزاوية 180 مش رح تخبط. تمام، طيب إحنا كيف بدنا نحدد النقطة نقطة التقاطع مع محور الـ J أوميجا أكسس؟ تمام، اللي هي crossing point مع J أوميجا أكسس. الأكسس هي كانت إيش؟ نمشي زي ما عملنا بتشابتر 6، وبعديها ناخد الـ upper قيمة، أكبر قيمة للـ K، ناخد الـ 200 و 201، وإيش؟ ما بنيجي ما بنعوضها بالـ X1، بنروح من طول A of S، ومن A of S بفوتها على الآلة الحاسبة، هيها A of S طلعت معي هيك. طبعا قيمة K شو بعوضها؟ 201 بكل K، هون بعوضها وهون وهون وهون، بعوضها 201 وبطول A of S وبوديها على الآلة الحاسبة، وإيش بطول الجذور تبعون ال A of S، وهي بتكون إيش؟ تقاطع مع محور ال G Omega Axis. طيب بـ step 5 شو رح نعمل؟ رح نعمل إنه نطول إحنا الـ break away point. إيش يعني break away point؟ المهم بـ step 5 رح نجد الـ break away points. إيش يعني هاي؟ يعني نقطة الانفجار. تمام، يعني لما احنا قلنا two pools يكونوا موجودين شو بيعملوا؟ رح هاد يمشي لهون وهاد بيمشي لهون، طب مش في نقطة انفجروا عندها لحتى هاي هيك راح مثلا وهاد هيك راح؟ طيب ايش النقطة هاي؟ هاي اسمها break away point. طيب تسليم كيف بدنا نطولها؟ بنطولها عن طريق ال K، وبدي اشتقها. اول اشي بجد ال K اللي هي عبارة عن 1 على G of S، وبعديها بشتقها وبساويها بالصفر، وبعديها ايش بطول النقطة وين كانت. طبعا لما مثلا تشتقوها مثلا يمكن تكون درجة ثالثة إلى آخره. تمام، تحطوها على الآلة الحاسبة بتطولوا إذا ثالثة بطول عندكم 3 جذور. تمام، طب هل أنا رح أختار ال3 جذور؟ هل معقول إنه هي انفجرت هون عند 3 مرات يعني 3 مرات؟ لا مستحيل. طيب هل في شروط للانفجار ونقطة الانفجار هاي؟ أكيد في شروط. أول شرط بيحكوا إنه ما تكون لا بول ولا تكون زيرو. يعني لو إحنا عندنا S زائد 1 وهون S ناقص 2 مثلا، لما أنا أجد الـ break away point، تمام، ما لازم تكون لا 2 ولا لازم تكون سالب 1. تمام، ثاني شرط بحكي إنه ما تكون complex conjugate، يعني ما يكون فيها جهات، لما أنتوا تحللوا ما يطلع معكم جهات، إذا طلع بنلغيها ما بدنا هاي النقطة، وإذا طلع poles وزيرو بنلغيهم برضو ما بدنا إياهم هاي النقاط، ناخد النقطة اللي بتحقق هاي الشروط. وبتحكي كمان إنه most located on real signal، يعني إنها لازم تكون real موجودة على يعني محور real. تمام، تمام خلينا ناخذ مثال عشان نفهم أكثر. أوكي، مثلا عندنا ال G of S equal S زائد 1 في S في S زائد 2 S زائد 4. تمام،
هذا امبارح حلينا، حكينا أنا لما بدي أجي أمشي ومحاسب على العلامة إنه رح آخذ علامات عليها، إني بدي أمشي ستيب بستيب. تمام، إيش أول ستيب؟ أول ستيب إني أجد الكاركترستيك إيكويشن، تمام، اللي هي 1 زائد KG of S، تمام، بجدها. ثاني إشي شو بعمل؟ بطول قديه الـ RL وقديه الـ AL. الـ RL اللي هي إيش؟ قص المقام، اللي هو قديه هون؟ 4. والـ AL اللي هي قص المقام ناقص قص البسط، يعني 4 ناقص 1 3. هاي إيش؟ تقريبا خلصنا من ستيب 3 لـ 2 قصدي. بعديها خليني أجد الزوايا. الزوايا حكينا إذا كانت الـ AL 3 شو بتكون الزوايا؟ 180، 60، سالب 60. تمام، خلصنا من الزوايا. بعديها إيش ضل؟ هل في تقاطع مع الجا أوميجا أكسس؟ تمام، عشان نعرف، عشان ما تحفظوا حفظ كمان، خلينا نرسم ومنشوف منها منحدد. تمام، هاي رسمت أنا المحاور. بدي أجي أحدد البولز. حكيت البولز بخليني أحددهم نجمة عشان ما أنسى. هاي 0، وعندي سالب 2، وعندي سالب 4. في عندي سهم، في عندي إنه 2 بوينت عند سالب 4، تمام، هو لأنه ريبيتد. تمام، يعني هاي رح يخرج هيك سهم ورح يخرج هيك سهم. المهم، وعندي عند السالب 1 عندي إيش؟ عندي 0 سالب 1. تمام، خليني أرسم أنا الخطوط زي ما تعلمت. حكينا بناخد أقل بول وبمشي لليسار. هي هون أقل بول كان، بمشي لليسار، لقى بوجهه 0. الزيرو خلص بوقف، إنه ما بخليه ولا يعمل إشي، زي كأنه امتصه خلص. تمام، خلينا نشوف البول التاني. البول التاني مشي هيك، لقى بول في وجهه. هاي البول اللي لقاه في وجهه، تمام، رح إيش يعملوا؟ رح يعملوا انفجار. طيب، في هون كمان بول. أنا حكيت عندي السالب 4 في عندي نقطتين، إذا واحد راح هيك وين النقطة التانية رح تروح؟ رح تروح لهاي الجهة. تمام، طيب لما انفجروا هون مش هيكون في عنا وين انفجروا؟ اوكي، رح يكون في عنا نقطة انفجار هون، رح يلتقوا في نقطة معينة. تمام، خليني أنا أحسب نقطة الانفجار. عشان أحسبها محتاجة أطول ك. الكي حكيت عبارة عن 1 على جي. كونها جي بسط ومقام زي هيك، خلص بعكسهم، يعني بتصير أس في أجزاء 2 في أجزاء 4 على أجزاء 1. هي أنا طولت إيش؟ طولت كي. بس أجد كي، شايفين هاي اللي هون؟ عشان أنا عارف أشتق من، أنا بدي أشتق كي، وصعب إني أشتق أقواس، فأنا بفك الأقواس. تمام، والدكتورة هتعطينا هنت في الامتحان إنه هتعطينا الجي بهاي الصورة، وتعطينا الجي الزائد 1 على مفكوك هذا القوس، هتفك لنا اياه جاهز. تمام، المهم احنا فكيناه، هيو طلع اسطوة 4 10 الى اخره. وبعد ما افكه انا شو بدي اعمل؟ بدي اشتق. تمام، اشتقينا، اعطاني لما انا اشتقت وسويت بالزيرو، اعطاني الاصفار S1 سالب 2.6، S2 سالب 4، S3 كونجوجيت كون. تمام، نشوف أي نقطة رح تحقق هذا الشروط اللي احنا حكيناها. تمام، الأس 1 سالب 2.6، نيجي نشوف هل هي من البولز أو من الزيروز؟ لا. هل هي كونجوجيت؟ لا. هل هي ريال؟ نعم. إذا هاي حققت. نيجي نشوف الثاني، الانفجار عند النقطة هاي. لسالب 4، هل هي من البولز أو من الزيروز؟ يس، ما احنا هون عندنا هاي اس تعطينا سالب 4، إذا هاي نقطة أنا خلاص ما باخذها، وهي كونه كونجوجيت كومبلكس نمبر ما باخذه. إذا وين نقطة الانفجار كانت؟ كانت عند سالب 2.6. تمام، نيجي بنعوض إنه بنحط وين مكانها؟ هون سالب 2 مثلا 0.6، هاي نقطة الانفجار. من هاي النقطة انفجروا هذول اللي تسهمن هيك. وشو اسمه؟ نيجي نحسب، حكينا الـ AL كانت وين هون؟ الـ AL كانت إيش هون؟ الـ AL 3. إذا أنا عندي 3 زوايا، تمام؟ عندي 60، خليني هيك، عندي 60 وسالب 60 و180. يعني أنا هون لما ينفجروا هذا رح يروح هيك، تمام؟ رح يخبط في الجي أوميجا أكسس، وهذا برضه رح يخبط بالجي أوميجا أكسس، هيك اعتبروه هيك انفجر. تمام،
يعني أنا عندي كمان نقطة كروس، يعني جي أوميجا أكسس. تمام، عشان نجدها بنحل على تشابتر 6 كيف طولناها. يعني الدكتور يمكن تحكي إنه إيش كانت نقطة التقاطع، لو كانت الزاوية 90 أكيد ما في، هون كون الزاوية 60 وسالب 60 أكيد في، وبتطولوها. تمام، إيش ضل علينا كمان؟ طولنا، وبدنا كمان إيش؟ نقطة التقاطع وخطوط التقاطع. طيب كيف بطولهم؟ نقطة التقاطع عبارة عن أصفار المقام ناقص أصفار البسط، يعني 0 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 4، هاي ناقص 2 ناقص 4 ناقص 4، ناقص صفر البسط اللي هو ناقص الناقص 1 صارت زائد 1 على الناقص أم اللي هي أقل كانت 3. هاي هون إيش بتطول نقطة التقاطع، خلينا نحسبها. -2 -4 -4 هاي -10 +1 هاي إيش؟ -9 على 3 -3. شوفوا نقطة التقاطع طلعت مش نفس نقطة الانفجار. تمام، وبتحددوها. أنا كانت نقطة التقاطع هون. حد عنده أي مشكلة؟ يعطيك العافية مهندسة. الله يعافيك. لو سمحت، شو هون الفرق بين نقطة الانفجار والسنترويد؟ تمام، ركز معي، خلينا نشوف هون. مثلا بهذا السؤال، ماشي اشرح هذا السؤال تمام. منه. بصير بصير. تمام، عشان نستغل الوقت. المهم هسه هون معطينا جي اوف اس عبارة عن اس زائد واحد اس اس الى اخره. هذا هو الفانكشن. حكينا بدي امشي انا ستيب بستيب. اول ستيب طلت الكاركترستيك ايكويشن، دون خلصنا. ثاني ستيب بدي احددها على الرسمة، بدي أحدد الأصفار البولز والزيروز على الرسمة. هيني عندي الصفر، هاي عندي الصفر حطينا، وعندي -2 هاي كمان عندي بول، وعندي -3 هاي كمان بول. تمام، إيش عندي أصفار بسط الزيروز؟ عندي إياها -1، هيني حطيت زيروز -1. تمام، بعديها شو بدي أعمل؟ بدي أمشي على القاعدة إنه بختار أول بول، البول بمشي لليسار، خبط في زيرو خلاص انتهى. بروح للبول الثاني، هاي البول الثاني مشي دقة في وجهه كمان بول، إذا رح يصير عندهم انفجار. تمام، طيب خليني أنا أجد RL و AL إلى آخره عشان أعرف كمان الزاوية كيف راحت. وهيك RL قد إيه؟ 3. AL 3 ناقص 1 2. تمام، نقطة التقارب مجموع أصفار المقام ناقص مجموع أصفار البسط، هيها وجدوها هنا. تمام، و إيش كمان؟ نيجي نحدد الزوايا. تمام، هسا الـ AL 2 حكينا عدد 2 الـ AL قد إيه بتكون الزوايا؟ 90 وسالب 90. تمام، يعني ما في عندي تقاطع مع جي أوميجا أكسس، هي هون كمان أخذتوا علامة، ما في عندي تقاطع مع جي أوميجا أكسس. تمام، خليني أحسب أنا الـ break away point. تمام، عشان نحسب الـ break away point حكينا إنه إحنا بدنا نجد إيش؟ K، والكي شو تساوي؟ 1 على G of S، يعني S في S زائد 2 في S زائد 3 على S زائد 1، هاي هالـ K. بعديها شو بدي أعمل؟ بدي أفك الأقواس عشان أرتاح في الاشتقاق. بعد ما أعمل هيك، هاي صارت الـ K، هي عنا إياها هاي K، بدي أشتقها وأساويها بالصفر. تمام، بس تشتقوها وتساويها بالصفر، بتروحوا على الآلة الحاسبة بتعوضوا عشان تعرفوا الأصفار تعيد المعادلة. وإيش بتعملوا؟ بتشوفوا هسا أي شرط بتحقق. تمام، نيجي -2، هاي أول صفر طلع من معادلة تعيد الاشتقاق، هاي مش مشتقة يا جماعة، هاي بدكم تشتقوها. تمام، وبتساويها بالصفر، تعوضوها على الآلة الحاسبة. المهم عنا أس أول واحدة طلعت عنا هي -2، نشوف هل هي من أصفار المقام أو أصفار البسط؟ يس، أصفار مقام، إذا أنا ما باخذ -2، ما بتحقق للشرط. أشوف -3، هل هي من أصفار المقام أو أصفار البسط؟ يس، أصفار مقام، إذا ما باخذها. -2.4 لا هي لا كونجوجيت ولا صفر مقام وريال، خلص باخذها. هاي إيش؟ هاي نقطة الانفجار. خلينا نرسم هون على الرسمة نشوف إيش يعني نقطة انفجار وإيش يعني نقطة تقاطع. حكينا نقطة التقاطع قديه كانت؟ -2، هي عند نقطة التقاطع -2. تمام، -2 -3 -5،
الواحد يستلم، هاي نقطة التقاطع عند سالب 2، ونقطة الانفجار كانت سالب 2.4، يعني بنتفل شوي هون يمكن هيها، تمام؟ باعتبار إنها هي هون، تمام. بعديها نيجي نشوف نقطة الانفجار معناها إنه وين بالضبط التمسوا، يعني وين لما هذا البول طلع إنه سهم لهون وهذا البول طلع سهم لهون، متى هدول السهمين التمسوا بالضبط؟ متى صار الانفجار؟ هاي هي نقطة الانفجار. وإيش يعني نقطة التقاطع؟ نقطة التقاطع هي هيها، شوفوا وين تقاطعوا هدول ال two roots، يعني فهمتوا علي إيش يعني تقاطع وإيش يعني انفجار؟ اه تمام، وصلت هسه. يعني تقريبا انه الخطوط التخيلية وين بتكون، تاعت الزوايا تاعت يس السنترويد. بالضبط، هي أصلا نقطة التقاطع بتحدد لنا نقطة وين، يعني مكان الزوايا، فهمت علي؟ هسه رح تفهم اه هون. خلاص وصلت، اه وصلت وصلت خلاص تمام. شو اسلم اسلم. عفوا، حد عنده مشكلة باللي حكيته هون قبل ما أفوت بستيب 6؟ Is there any مشكلة؟ تمام. ستيب 6، ستيب 6 بحكي لكم هسا احنا من اول خطوة لحد خطوة 5 لما كنا نحل كان يطلع معنا البولز والزيروز ايش مالهم، ارقام طبيعية، سالب 2، سالب 1، 1.5 الى اخره. طيب لو انتو عندكم مقام، يعني عندكم بولز او عندكم زيروز مالهم كونجوجيت، يعني لما حللتوا المقام مثلا طلع لنا مثلا ناقص 1 زائد ج، هات كيف انا بدي احل هنا بهاي الستيب 6؟ يعني بيكون زي كأنه إلها إيش، إلها حلول معينة وطريقة معينة للحل. طبعا إيش هي بتعتمد على الخمس خطوات اللي ورا، يعني أنا بدي أحل خطوة 1 و2 و3 و4 و5، يعني طول R L طول A L، بدي أحدد الزوايا إلى آخره، تمام. طيب كيف بدي أحل؟ في إلها قانون معين اللي هو مجموع زوايا البولز ناقص مجموع زوايا الزيروز تساوي 180، تمام. ليش تساوي 180؟ عشان تحقق لي شرط إنها تقع، تمام. خليني نشرح مثال ونبني عليه. هسا جي اوف اس تساوي 1 على اس زائد 2 اس تربيع زائد 2 اس زائد 5، تمام. أول إشي بدي أجد ال ار ال، وبدي أجد ال characteristic equation، وبدي أجد ال AL، وبدي أجد الزوايا، وبدي أجد نقطة التقارب، وكل هاي الأشياء اللي حكيتها، تمام. أول إشي بجد ال characteristic equation، هيني وجدتها. بعديها ال RL اللي هي أكبر أس موجود في المقام اللي هو إيش 3. بعديها ال AL، ال AL هاي 3 ناقص قد إيه أس المقام؟ 0. إذا 3 ناقص 0 قد إيه؟ 3، يعني عندي 3 خطوط رح يروحوا للإنفينيتي، تمام. هي ال AL. بعديها أنا بدي أطول إيش نقطة التقارب اللي هي مجموع أصفار المقام ناقص مجموع أصفار البسط على إيش AL، تمام. خلينا نشوف أصفار المقام. أصفار المقام كانت عبارة عن سالب 2، وهاي شايفين هاي اللي هون، هاي المعادلة التربيعية، هاي لو تحللوها على الآلة الحاسبة راح تعطيكوا سالب 1 زائد ناقص جي الاثنين، تمام. هذا أعطانا إيش؟ 0 ناقص زائد جي الاثنين، تمام. طيب تسليم، كوني في عندي كونجوجيت، كيف بدي أطول أنا أصفار المقام ناقص أصفار البسط، يعني كيف بدي أطول أنا نقطة التقاطع، تمام. أول صفر للمقام قديه؟ سالب 2. ثاني صفر هي، طبعا هاي مش هاي عبارة عن سالب 1 زائد جيل 2 وسالب 1 ناقص جيل 2، يعني هاي صفرين هون عندي، تمام. هاي سالب 2، بعديها بعوض هذا الصفر هون، يعني سالب 1 زائد جيل 2، وبكتب كمان هذا الصفر سالب 1 ناقص جيل 2 ناقص صفر البسط. صفر البسط ايش؟ صفر، ما عنديش، على ال AL، AL 3. طيب مش بلس جيل 2 مع الماينس جيل 2 بيروحوا مع بعض بيعطونا صفر؟ قد ايه صفوا هون عندي؟ سالب 2 سالب 1 سالب 1، يعني سالب 4 على 3. هيها هاي نقطة التقارب، تمام. هسا كونه ال AL 3 إيش الزوايا؟ 60 سالب 60 و180، هاي كمان خلصنا من الزوايا. بعديها
كونه أنا عندي زوايا 60 وسالب 60، يعني AL أكبر من 3، أكيد هيخبط في الجي أوميجا أكسس. طيب وين هيخبط في الجي أوميجا أكسس؟ بعمل زي ما عملت بتشابتر 3، تمام؟ هاي بطول الفترة وباخد الأبر. شو باخد أنا دائما؟ الأبر، بعوض 26. هاي 26 بعوضها في الكي. هسا إذا عوضتوها في الكي اللي أنتوا طلتوها، يعني إنه بال هاي الكي راح تعطينا صفر، تمام؟ هاي طلتوا من هون أصلا أنتوا، هاي هي الإكس، تمام؟ إذا عوضتوها راح تعطيكوا صفر. طيب مش عندنا صف أصفر، لما يكون صف أصفر شو بعمل؟ برجع للي ورا، بطول A of S، بس أطول A of S بحطها على الآلة الحاسبة، وإيش بعمل؟ بطول ال إيش؟ وين تقاطع مع محور الجي أوميجا أكسس؟ هاي عملت طولة A of S وطولة ال إيش؟ الكروسنج بوينت، تمام. نيجي نشوف، خلينا نرسم عشان نفهم. طيب عشان نقطة البريك هاي أوي على الرسم تبين، تمام. أنا هون النقاط إيش عندي إياهم؟ وين أرسم لكم؟ خليني شوي نرسم هاي، تمام. نقطة شو اسمه، إيش البوز عندنا إياهم؟ سالب 2، نحطها هون سالب 2. وعندي هون هذا الكونجوجيت شو عطاني؟ هذا عطاني سالب 1 زائد ناقص جيل 2، يعني هاي هون جيل 2 وهي هون سالب جيل 2، وهي السالب، هاي طبعا هون بول، تمام. وهي هون ايش عندنا؟ سالب 1. السالب 1 ما حطيتها بول، هيني انتبهوا. كيف انا بدي اطول البول تبع هذا؟ يعني كيف بدي ارسم؟ كيف بدي احدده على الرسمه؟ اورجيكم كيف. هاي هون هيك بعمل، بوصلها يعني مع السالب 1، والسالب جاي كمان بوصلها مع السالب 1. وين كانت تقاطعهم؟ هون. هاي اول بول وهي تاني بول، فهمتوا علي؟ فهمتوا؟ اه كيف؟ تمام. تمام، خليني بس أعيد الرسم مرة. إيه جوي، تمام خليني أرجع هون أحسن. تمام هي أنا هون إيش؟ رسمت ال هاي، حددت أنا السالب 2 هاي أول بول، وهي تاني بول، وهي تالت بول، تمام؟ تمام. هسه نيجي نشوف هون كان وين البول. هي هون السالب 1 حكيت لكم مش بول، تمام؟ مش بول بالمرة أبدا أبدا. نيجي يعني هاي السالب 1 زائد الجي 2، وهي سالب 1 ناقص جي 2، هون التقوا، هي هون البولات، تمام؟ تمام. نيجي بعديها شو نعمل؟ نشوف هذا البول لوين رح يروح. هذا رح يروح للإنفينيتي. هل صار في نقطة انفجار؟ هل في بول ثاني خبط فيه؟ لا، إذا ما في عندي نقطة انفجار. فهمتوا ليش ما في عندي نقطة انفجار؟ حد عنده مشكلة؟ هسه هنا نقطة الانفجار ده ما بيكون على شو اسمه، على الاكس اكسس صح؟ ما بيكون يعني فوق، يعني قصدي No, هي between two pools، تمام؟ اها تمام. يعني حتى بين البول والزيرو ما عندي نقطة انفجار أنا، يعني لو كان هون عندي زيرو هيك ما بعمل لي نقطة انفجار، خلص اه انه مستقر فيه وخلص. تمام. هسا بعديها شو بدي أعمل أنا؟ تمام، بدي أحدد الزوايا. مش أنا حكيت عشان أجد ال دي قبل ما أجد. هسا شايفين هاي البول وهاي البول؟ أكيد مش هيضلهم هيك واقفين ومش هينفجروا ولا هيصير إشي، لا لا رح ينفجروا، بس هينفجروا بزاوية معينة، تمام؟ غير الزاوية اللي إحنا حسبناها. يعني مش إحنا حكينا AL بعطينا 60، ماينس 60 بعطينا كمان 180، هدول للريل، تمام؟ طيب في حال الكونجوجت، لا إحنا عندنا قانون جديد للزوايا عشان نحسبها وعشان نعرف البول لأي زاوية راح، يعني بأي زاوية قصدي راح، تمام. يعني هذا البول، تمام، اللي هون لما انفجر، تمام، راح بجهة معينة. طيب إيش هاي الجهة المعينة؟ هسه بنحسب الزوايا. طيب نيجي نستخدم القانون اللي تعلمناه هون، اللي هو مجموع زوايا البولز ناقص مجموع زوايا الزيروز. طيب تسليم، كيف بدي أحل هيك؟ مش انتو رسمتوا حددتوا البول وخلصنا، بعديها شو بتعملوا؟ بتمسكوا
البول اللي فوق، وبتوصلوا كل البولز مع بعض. هاي أول بول مع بول وصلته، وهاي تاني بول مع بول وصلته، بتوصلوا البولز مع بعض. بعديها بدك تجدوا الزوايا لكل خط، يعني أنا بدي أجد هاي الزاوية، بدي أجد هاي الزاوية، يعني بدي أجد زاوية كل بول وهاي الزاوية كمان. بتسلم ليه مشيتي أنتي من اليمين لليسار؟ إحنا دائما لما بنجد زاوية نيجي بنوقف عند الإكس أكسس وبنمشي عكس عقارب الساعة، تمام؟ عشان هيك أنا مشيت لهذيك الجهة. هي خلينا هون أوضح هيك، تمام. هي أنا إيش عملت؟ وصلت بيناتهم. بعديها بدي أجد زاوية كل بول، هي أول زاوية، هي تاني زاوية، هي تالت زاوية. طيب خلينا نشوف هاي الزاوية اللي هون، مش هاي 90 مع الإكس أكسس؟ هيها 90، تمام. إذا مجموع أول زي أول بول زاويته قديه؟ 90، هاي هون، تمام. خلينا نشوف البول الثاني قديه زاويته، هاي الزاوية اللي هون، هذا البول قديه؟ طيب مش حكينا بنقدر نجد هاي الزاوية عبارة عن تاني الانفرس للمقابل على المجاور؟ طيب هذا المقابل هون قديه مقداره؟ 2، والمجاور من هون لهون قديه؟ 1. مش تحطوها 2، هيا ناقص 2 ناقص الناقص 1 1، فهي عبارة عن تاني الانفرس للمقابل على المجاور، يعني تاني الانفرس لاثنين على واحد، تمام. فصار عندنا مجموع زوايا البولز اللي هي عبارة كانت عن 90 زائد تاني الانفرس للاثنين على واحد، وبصفي عندنا هاي الزاوية اللي هون، هاي محدش هيقدر يطولها، ما في عندي لا مثلث ولا بقدر أطولها وصعب، تمام. هاي أصلا بدي إياها أنا، لأني بدي أعرف بأي زاوية راح انفجار هذا البول، تمام. وباجي أشوف هل كان في عندي هون زيروز؟ ما عندي كان زيروز، إذا ما في إلي إنه ما في عندي زاوية لأي زيرو هون، بحطها صفر، تمام. يعني هو كان ناقص صفر، مجموع زوايا الزيروز. بحسب بساوي هم 180، بتطلع إيش الزاوية كانت؟ 26، تمام. الدكتورة حكت هاي الرسمة ارسموها لحال، تمام، عشان ما تنعجبوا، رسمة الزوايا ارسموها لحال. بعدين ردوا ارسموا نفس الرسمة بس بدون ما ترسموا انه خطوط الزوايا، وايش حددوا الانفجارات اللي صارت، تمام. خلينا نحدد، حكيت انا ايش هاي الناقص 2 جي وهاي الاثنين جي، هدول مش نقطة التقاطع، هدول كانوا من هدول قصدي نقطة التقاطع، تمام. لا مش نقطة التقاطع، 2 جي، تمام. الاثنين جي كانت لما أنا حللت المقام هذا، مش كان سالب واحد زائد جي الاثنين، فأنا هي محددتهم، تمام. وعندي بعديها كانت نقطة الكروس بوينت، هي الكروسينج بوينت، كانت جي ثلاثة ماينس جي ثلاثة، يعني هدول اللي هون كانوا، تمام. خليني أمسح هون هدول، هاي البول وهذا البول في إلهم كروسينج بوينت، ما هن رح ينفجروا لهاي الجهة، هيك رح ينفجروا، وهذا رح ينفجر هيك، يعني رح يخبط، يعني رح يخبط في الواي اكسس. وين هيخبط؟ عند الجي ثلاثة، هاي انا حددت ايش الكروسينج بوينت، تمام. بعديها شو بدي اعمل انا؟ بدي احدد خطوط التقارب، هاي نقطة التقارب كانت سالب 4 على 3، ما في عندي نقطة انفجار، هاي شايفينها، هذا اسمه خط تقارب، كمان هيك ارسموه، تمام، بيكون بزاوية 60 وسالب 60، هاي خطوط التقارب، تمام. مش احنا ال AL 3، مش بنتج عندي 3 خطوط تقارب، واحد 60، واحد سالب 60، واحد 180، هاي 180 لهون راح، وهاي 60، ما تعلموا كثير يعني نقاط، وهي نقطة التقارب اللي طلع منها خطوط التقارب، تمام. بعديها شو بدي أعمل؟ لهون أنا اللي حكيته للآن هذا كله إيش؟ قبل ستيب 5، تمام. بعديها بدنا نشتغل على ستيب 6، مش هون كان عنا بول وهون عنا بول، وحكينا إنه رح ينفجر بزاوية مقدارها 26، بس الزاوية بتتحدد من الإكس أكسس، هي هون، هي هون 26، فهي رح ينفجر هيك ويخبط في نقطة الكروسنج بوينت وهي ينفجر لهناك، تمام. وهاي كمان طبعا إحنا إذا كان 26 مش هون بيعمل زي ميرور، بيكون هون سالب 26، فهي إيش؟ سالب 26، وهيك بروح، ما هي أصلا هون 60 وسالب 60، كل واحدة إلها وعكسها، يعني زيها وعكسها، هون هي 26 وهي هون سالب 26، وبخبط في نقطة الكروسينج بوينت بس. هاي ايش ستيب 6 لما يطلع عندنا كونجوجيت بولز، كونجوجيت او زيرو. حد عنده مشكلة من هذا الموضوع؟
هو شوي عاشقة يعني، لأنه عم بلم كل إشي، بس يعني خطوة خطوة هتعرفوا تحلوها. مهندسة. يس أهلي. إيه ستيب 6 هي بس عشان نطلع الزوايا، إن وين الزوايا اللي راح يروحوا فيهم البول الموجودات على اللي هي ناقص واحد زائد ناقص اثنين، بالضبط، هي بس لنط للكونجوكت بس، يعني بس احنا للزوايا. اسمع، كل اشي حليناه، يعني كل اشي بالرسمة بنحله على الفايف ستيب، بس تمام ايش تمام نقطة الكونجوكت بديها بزاوية معينة تروح للكروسينج بوينت، بالضبط، نعمل الخطوة هاي عشان نطلع الزوايا بس. بس عشان طلعوا زوايا. وايش هي الخطوات؟ بترسموا وبتوصلوا بين البولز، لا تنسوا توصلوا بين البولز، وبتجدوا زاوية كل بول. تمام، وبقدر أخذ أي بول، مش يعني مش إنه شرط إنه يكون اللي فوق. عادي من هون وصل لهون، من هون لهون، المهم إنك توصل بيناتهم الثلاثة. تمام وصلت. تمام تمام يسلم. وبالطول شو اسمه زوايا البولز، وأكيد لازم يكون في زاوية مجهولة. تمام، هي أصعب زاوية بتكون مجهولة، ليه هاي الزاوية كانت مجهولة عندنا؟ وتنسوا تسنيم. الموضوع. يس ستيب فور، انا مش فايت مخي كيف طلعت الكروسنج بوينت هيك. بوينت هيك وجب سالب 3 جي. يلا يلا خليك هسا الستيب فور. تمام، شو بتحكي؟ بتحكي إذا أنت عندك الـ AL أكبر من يعني 3 وأكبر، في عندك إيش؟ في عندك كروسنج بوينت أكيد. تمام، طيب نيجي نشوف هون الـ AL 3، أكيد في عندك كروسنج بوينت. الكروسنج بوينت كيف بنحلها؟ من طول الدلتا أوف إس. إيش الدلتا أوف إس؟ اللي هي 1 زائد كي في جي اوف اس، وبس بتظبطها، يعني هاي هون بتوحد مقامات وهيك، وبتطول دلتا هيك بتكتكها، بتطول دلتا. بس الطول دلتا شو بتعمل؟ بتمشي زي شابتر 6. تمام، بتحط الاسات وهيك وبترتب، وبتطول قيمة ك. بس قيمة ك احنا دائما تعودنا انها بتطول بتكون محصورة بين رقمين، او يمكن محصورة بين يعني رقم وانفينيتي. المهم مش موضوعنا، انا بدي اجي شو اعمل، بدي اخذ الابر، دائما باخذ اكبر رقم، يعني بفرض الكي تساوي للدي 26، هيها اخذت الابر وبعوضها. هسا انا لو عوضتها بهاي الكي مش رح تصفر لي اياها، 36 ناقص 36 على 4 صفر. طيب لما يطلع معنا صفر شو بنعمل؟ هي هون عندنا صف كامل من الاصفار، بدي ارجع للي ناخذ قبل. اس. تمام، طلعت انا A of S هيها، وبس طلعت A of S رحت على الآلة الحاسبة. تمام، حطيت إنه أنا عندي 4 أس تربيع زائد 36، أو اسمع عادي حلها بإيدك، اللي هي 4 أس تربيع زائد 36، 4 أس تربيع تساوي سالب 36، اقسم على 4 وخد جذر. لما تاخد جذر السالب بعطيني كونجوجيت، ورح يعطيني زائد ناقص جي 3. إذا هاي هي الكورسنت بوينت. يعني دائما لما يكون في عندي انفجار بزاوية معين رح يطلع، أكيد رح إنه يخبط في ال y axis، في الجي هاي جي اوميجا axis هون. تمام وصلت. هي يعني هي شغلة انه اسمع، انت ارسم وشوف هل في انفجار، قد ايه كان الانفجار، هل راح يروحوا للجي اوميجا axis ولا لا. ودائما دائما يعني لو كان عندنا انفجار زي هيك، يعني هون في عندي بول وهون بول وهون مثلا بول، هذا راح لهون وهذا راح لهون، اكيد هذا هيك راح يمشي وهذا راح يجره هيك يروح. تمام.